تذكر موسى كل شيء منذ ولادته، وتذكر ما فعلته أمه حينما أوحى الله لها أن تلقي به في اليم. وبعد أن وصل موسى إلى قصر الفرعون، أخبره الكهنة بوجود طفل داخل صندوق. زرع الله في قلب السيدة آسيا زوجة فرعون حب موسى، وقالت لفرعون: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وتوسلت إليه حتى تركه يكبر ويعيش مع فرعون في القصر. وحرم الله على موسى جميع المرادع، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. وكبر موسى وتربى في قصر الفرعون، ولكن الإيمان كان في قلبه، فكان يحب العدل ويحزن لما يفعله فرعون مع عبيد بني إسرائيل، وكان يميل إلى جانب الفقراء منهم، ودائما ما كان يدافع عنهم. ونرى موسى وهو يدافع عن العبد ويبعد المصري عنه فيوكزه بعيدا عنه فيقع المصري قتيلا. وانتشر الخبر وعلم فرعون من الذي قتل المصري، فأمر بإحضار موسى. وجاء رجل من أقصى المدينة يحذر موسى من فرعون وملئه. فترك موسى مصر وهرب إلى مدين التي تخرج عن سيطرة فرعون، ودخل مدين وقابل ابنتي شعيب. وجاءت إحدى الابنتين تدعوه لكي يقابل أباها، وتزوج موسى من إحدى الابنتين وعاش في مدين 10 أعوام. وبعد أن أتم موسى 10 أعوام سار بأهله عائدا إلى مصر. وفي طريق العودة كلمه الله وأنزل عليه رسالته وأمره أن يذهب إلى فرعون. وذهب موسى وهارون إلى فرعون وملئه وأخبره بما أوحى الله إليه، ويرى فرعون معجزة العصا واليد. وظهر قارون في الأحداث، ورأينا كيف كان يتباهى بالغنى وبذهبه، فخسف الله بقارون الأرض أمام أعين الناس. وأرسل الله إلى فرعون المعجزات الواحدة تلو الأخرى: الجراد الذي أكل المحاصيل فانتشر الجوع، ثم القمل والضفادع والدم وعطش فرعون وقومه، ثم بعد ذلك الطمس على الأموال. وجمع موسى بني إسرائيل وأخبرهم بما أوحى الله به إليه أن يسري بهم خارج مصر. وعلم فرعون بما فعله موسى، فأمر بجمع الجيوش وأمرهم أن يخرجوا وراء العبيد وهو على رأس الجيش. وتوسلت السيدة آسيا إليه كثيرا
كي يبقى ولا يخرج، حتى أمر جنوده بتعليقها على الأوتاد لأنها كفرت به وآمنت برب موسى. وجاءت المعجزة الكبرى، أمر الله موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، وكان كل فلق كالطود العظيم. ومر بنو إسرائيل بسلام، وأمر الله موسى أن يترك البحر رهوا لأن هؤلاء الجند مغرقون. وبدأ قوم موسى في العناد والتخلف عن أمر موسى الذي أوحى الله به إليه. وبعد أن أنقذهم الله من بطش فرعون، سألوا موسى أن يجعل لهم إلها، فصدم موسى مما سمع منهم، وذكرهم بأن الله نجاهم، وما زالوا كما هم يشككون في كل شيء. وذهب موسى للقاء الله، وترك هارون كي يخلفه في بني إسرائيل، ولكن القوم استضعفوه وتطاولوا عليه. وظهر السامري في الأحداث، وأقنع العبيد أن يجمعوا ذهبهم حتى يجعل لهم الإله الذي كانوا يطلبون من موسى رؤيته. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وأخذ برأس أخيه يجره من رأسه ولحيته، ودافع المؤمنون عن هارون. ثم عاتب موسى السامري وحكم عليه بالنبي. ودمر موسى العجل الذهبي، وأمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم جزاء لما فعلوا. فتوسل العبيد إلى موسى أن يسأل الله أن يعفو عنهم. ولما هدأ عن موسى الغضب، أخذ الألواح وأخبر بني إسرائيل بما فيها من تعاليم. ولكن العبيد كما هم سألوا موسى أن يجعل لكل واحد منهم نسخة من الألواح. فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة، فسجدوا لله وقبلوا ما في الألواح. وأمر الله موسى أن يختار من العبيد 70 رجلا ليكونوا شهداء ولا يشككوا في شيء. وسمع 70 رجلا صوت الله، ولكنهم لم يصدقوا، وطلبوا من موسى أن يروا الله، فأخذتهم الصاعقة. ودعا موسى ربه أن يرحمهم، فردهم الله إلى الحياة مرة أخرى ليكونوا شهداء للقوم على أنفسهم. هؤلاء هم بنو إسرائيل. ورجعوا مرة أخرى إلى القوم ليخبروهم بما حدث، ولكنهم لم يصدقوا إلا قليلا منهم. وأمرهم الله بالذهاب إلى بيت المقدس ليفتحوها وأن يحاربوا ويدخلوها، ولكنهم استكبروا وسخروا من موسى، وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. فحكم الله عليهم بالتيه 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض. وأنزل الله عليهم في التيه المعجزات، فأظلهم الغمام من أشعة الشمس، وأنزل الله عليهم المن والسلوى، ولكن العبيد كما هم عبيد. مل العبيد من طعام المن والسلوى، وطلبوا من موسى الفول والعدس، وأخبرهم موسى أنهم إذا أرادوا ذلك فلينزلوا إلى أية قرية.
وطلبوا من موسى أن يجعل لكل عشيرة مشربهم من الماء، فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وخطب موسى في بني إسرائيل يوما وأجاد، وسأله أحد العبيد وقال له إنه أعلم أهل الأرض جميعا، فأجاب موسى بنعم دون أن يرد العلم إلى الله. وساق الله عتابه إلى موسى وقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون في رحلته لملاقات هذا العبد، وحدثت المعجزة ودبت الحياة في السمكة، وكانت هي العلامة على مكان الخضر.